لكل منا قصة وجانب من الحياة لا يدركه الآخرون إلا إذا سلط الضوء عليه. نحن في بنك الخليج نحاول أن نرسم بسمة في وجه حفر الطموح فيه الكثير من العنت. شايفك قدامي زي حلم في منامي، حلمي واضح فيه ملامح وشوارع وأسامي. يا نجمة ليلي يا همة شادت حالي، يا حيرتي ويا دليلي يا مشوار أيامي. يا أرض الغالية الواسعة سمراء، يا طيبة الناس صايمة العشرة. الموسم الثالث من ستة الكل، سر التميز مع مجاهد عثمان. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ستة الكل، برحب بالضيوف والسادة المشاهدين خارج الاستوديو. رحبوا معي بفكرة جروب. الكل الليلة أكثر زولة ناصرت المرأة وأسست للعمل النغابي من بدري شديد. تعالوا نشوف. ماما إقبال، اللي هي الأستاذ إقبال محمد عباس والدتي، هي يعني توفقت في حاجة ما أظن أي زول بيتوفق فيها، إنه حتى نحنا لو أنا لو تسنيم لو تسابيح ضمنتنا في الشغل ده وخلتنا نحنا زادنا جزء، يعني عشان ما نحس إنه نحنا هي ما فيش أو هي برة منها. تلاقينا في العمل زوينا سنة، الكلام ده سنة يوم 2/4/81، كانت معلمة في كلية المعلمات وعملت التجربة بتاعت المعلم الصف واحد، يعني بتمشي بصف واحد من أولى لحد ما وصلت التجربة سنة رابعة دي براها، ودي ما سجلوها لها المناسبة، يعني هي صاحبة التجربة في كلية المعلمات من درمان. وبعد ذاك مشت قصر الشباب والأطفال. أنا ما كنت برغمة أنها تخلي الشغل وزي ما الناس بتعمل كده، قلت براها لما تشعر بأنها هي ما قادرة هي تقرر، أنا ما أقرر لها. فعلا ولدت البنت الأولى، دخلت في شوية في مصاعب، ولدت البنت الثانية، المصاعب كترت، قامت فكرت بأنها تخلي تنزل معاش اختياري برغبتها هي، يعني انا اصلا ما جبرتها خالص يعني. فنزلت معاش اختياري وعملت روضه اسمها روضه توت الحديثه، فلان كانت شافت الرياض الموجوده في توت دي بطريقه كده متخلفه شويه، فهي حاولت تعمل تحديث للسقران بتاعت الروضه، وعملت روضة التوت الحديثة في جزء من البيت ده ذاته. فقامت قالت أنا بدل ما أحصل رقبتي في حاجة خسرانة، فأحسن أعمل لك حاجة عامة كده لناسوتي. فعملت المسألة بتاعت الأسر والطفل في محل الروضة ذاته، عملتها مركز الأسر والطفل. فابتدت تشتغل في أشغال في البداية، تتعلم النسوان الحاجات الحرفية والمخبوزات والخياطة وغيره 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 وغيره. بعدين لفت نظرة حكاية أنه في من العادات الضارة الموجودة في توتي هي ختان الإناث، فاشتغلت في الحكاية دي بكل جهدها
المسألة بتاعت محاربة ختان الإناث. هي مقسمة كده بطريقة جميلة جدا جدا. فبتتابع أن الأولاد من ما يجوا للمدرسة أدوك شنو؟ حفظت شنو؟ قريت شنو؟ و إلى آخره. كان يعني بقوم بدور إنه العلاقات الآن عملتها دي أخلي البنات في الحي أو في القرية يكونوا متواصلين معانا. يجون إحنا كنا قاعدين في داخلية، كل المعلمات في الداخلية يجوا ويقعدوا ويتونسوا معانا ويتعلموا مننا، وبدينا نعلمهم تعمل الكيك كيف تعمل. المهم يعني بدينا ندربهم على حاجات ينشروها في مجتمعهم ويستفيدوا هم منها. دي برضها من الحاجات اللي خلتني أستمر في إنه في أي حتة أنا مشيت اشتغلت فيها كنت كونت مجموعة بتاعت نساء يتعلموا، عشان لما أنا أمشي لحتة تاني هم يكونوا أوريد يتعلموا عشان يعلموا غيرهم. وأنا في كلية معلمات أم درمان أنشئ قصر الشباب والأطفال، وتم اختياري لأكون من مؤسسي قسم العلوم الأسرية في قصر الشباب والأطفال، ومعي مجموعة من المعلمات من كلية معلمات أم درمان. وتدرجت في قصر الشباب من معلمة التغذية في قصر الشباب والأطفال إلى رئيسة قسم العلوم الأسرية، ونزلت معاش. طيلة هذه الفترة العمل الاجتماعي كان مرافق لأي مهنة أنا قمت بها. قبل ما أعمل الروضة كان بديت بالعمل الاجتماعي في وسط الأسر والتدريب بتاع الأمهات، فيمكن حسيت بأنه في حاجة لشغل مع الأطفال أكثر. ففصلت جزء من البيت وعملت فيه الروضة، وقصدت إنها تكون روضة نموذجية. كان في تشجيع لعدد من الرياض، وبحمد الله بعد ما خرجت 25 دفعة توتي كان فيها 11 روضة. فبيجي بعد ذاك همي إنه تتأهل الرياض، وساهمت في إنه يكونوا هم جزء من مؤسسة. حولت أنا الروضة لمركز تنمية، وكان من خلاله تدريب وورش وتفاكر مع صديقات المدارس ومجموعات نسوية عشان نقود المجتمع. بعد ذلك بقت الاستراتيجية وضعت للجمعية في إنها كيف تقود العمل الاجتماعي وكيف تقود المبادرات المجتمعية. الشيء اللي أنا بتمناه رجعت هناك قبل أنت العمل الاجتماعي بتتمني شنو الشيء اللي قدام في تكوين منتدى الطفل وبرلمان الأطفال. يمكن منتدى الطفل ما فيه انتخابات، فيه الرغبة إنك أنت عايز تنضم لمنتدى الطفل، لكن برلمان الأطفال تدريب للديمقراطية. بتمنى إنه يتم تكوين برلمان أطفال قومي بمستوى الفهم اللي إحنا عايزينه للمدنية في السودان. رحبوا معاي بماما إقبال. السلام عليكم. صفقة ثانية يا جماعة لماما إقبال. رحبوا معاي بالفنان حمد سيف الدين. سيد حمد سيف الدين ولدك دليل هو جاي يكرمك. حمد سيف الدين المايك معاك انت. قبل ما تديها الحاجات دي حابب تقول شنو لماما إقبال؟ انا حمسك لك. انا يكفي بس ال 25 جيل اللي خرجتهم
الله يديها العافية. الله يبارك. الله يديك العافية وربنا يساعدك أكثر وأكثر ننفع السودان بيكم وتنفعونا إن شاء الله. إن شاء الله. في التكريم. شكرا لكم. في تكريم مقدم لك من بنك الخليج وفي دعم مالي برضو للمبادرات دي إن شاء الله اللي أنت بتعملي فيها دي. تفضل يا ماما. حابة تقولي شنو لبناتك في الأستوديو؟ شكرا للمبادرة في البرنامج لأنه الناس تقدر تعرض أفكارها عشان الجيل القدامنا يشيلوا الشيلة ويواصلوا المشوار. فوصلت لكم تواصلوا المشوار، المجتمع محتاج لكم شديد. تسلم يا رب. حمد سيف الدين حتغني لنا شنو؟ غني لي حنينة يا أمي. يلا راح. حنينة يا أمي مفرحة وسارة. مفرحة وسارة تتقاصر الكلمة في الوصف محتارة. ربي يحفظ عليك بيعلم مقدارة. وفخر وباقي أنا لل في القلب دارة. حنينة يا أمي شايلاني جواكي واغنن عليه وغن تتزايد آلامك لو يوم عيوني بكن. تجيب لي تدي من غير أذى أو من أحلام عينيك لي يا وطن. حنينة يا أمي يا أغلى من في الكون أجمل حروف بهدي. ومهما أعيد وأقول يا غالي ما بوفي. يا أغلى من في الكون أجمل حروف بهدي. ومهما أعيد وأقول يا غالي ما بوفي. صبحي ومسائي يما دعواتي كلها ليك. صبحي ومسائي يما دعواتي كلها ليك. ربي خليك لي ويديك قدر يا ربي. حنينة يا أمي وسار. يا أمي مفرحة وسار تتكاثر الكلمات في الوصف.
وصفي محتارة ربي يحفظ عليك ويعلم غدارة وافخر وباقي أنا للفي القلب دارة حنينة يا أمي. هي كانت حلقتنا الليلة من برنامج ستة الكل، نتلاقى باكر. الفرقة نخليها وبلدنا نعليها الفرقة نخليها وبلدنا نعليها.